اسمي آدم علي عمدة. الأسعار بالنسبة عندك هنا الزيت الرطل 1300 لحد 1200، وعندك السكر ده 1200، الدقيق 1200، الرز 1200، عندك الصابون ده الجنوبي ده 1100 لحد 1000، عندك الشاهي ده 500 ده وقيتين، وفي نوع تاني صباح ده بألف جنيه، ألف جنيه، وفي ده جزيرة بألف ونص، وعندك البندق بألف وميتين، ألف وتلتمية، صلصة 300 جنيه، والتوم بألف ونص، بسكويتات دي 300، عندك التوم ده بألف ونص. البضاعة الأغلب هسه بتجي من الجنوب، بتجي برضو من الشرق في بضاعة بتجي، لكن الصوابين عندك دي بتجي من الجنوب، والحلويات دي بتجي من الجنوب، أما السكر والبصل بجي من الشرق. البصل دي الملوى بألف وخمسمية، والزيت زيت ده قلنا لي متوفرة جدا ما شاء الله، يعني بضاعة متوفرة كثير، وشبه الأمن ذاته متوفر ما شاء الله، يعني مين جابوا الجيش البلد ذاته هدأت والأمن استقر.